السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي اليوم نديرو مسمن معمر، حشوة بسيطة. غنعجنو العجينة ديالنا، ندوزو العمارة، نزل لافة ديال الفرص، عندنا ربع زلافة ديال الفينو، عندنا معلقة ديال الحليب غبرة، عندنا نص معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، عندنا الملح معلقة صغيرة ملحة، الملح على حسب الذوق. هو كي كيدير غندوزو نخلطو النواشف بعدا، وعندنا الما دافي باش نعجنو العجينة ديالنا، نخلطو بقية نديرو الما شوية بشوية، نعجنو العجينة ديالنا. المسمن يبيض بليك، وبين العجينة تكون مرخوفة شوية وتخليها ترتاح، باش ما ارتاحتش كتجي زوينة، كتجي سهلة حتى في الطريق. ها العجينة ديالنا وجدت، ندهنوها بشوية الزيت باش ما يلصق لينا فيها السلوفان، نغطيوها نخليوها ترتاح. دابا نغطيوها بالسلوفان نخليوها ترتاح. ها العجينة تاعتنا من بعد ارتاحت، من بعد العجينة ديالنا هي ارتاحت، نحيدو عليها السلوفان، ندهن يديا بشوية الزيت، نخلقوها كويرات، ويا نحطوها في بلاطو ندهن بشوية الزيت. دابا من بعد قطعنا السيمنات ديالنا، غادي نغطيوهم بالسلوفان يرتاحوا واحد 10 دقائق، نغطيوهم يرتاحوا شوية على بركة الله. بعد ارتاحوا السيمنات ديالنا، نعملو قصرية، ندوزو نوثقوها. نحتاج الزبدة والزيت، نص زبده ونص زيت المائده باش نورقوا المسيمنات ديالنا. العجينه الى ارتاحت راه تجي ساهله في الطرق. درنا المقله، درنا فيها جوج بصلات مشلضات رقيق، درنا نص فلفله حمراء، نص فلفله خضراء، جوج فصوص ديال الثومه حكيتهم، درنا جوج معالق ديال الزيت باش نشحروا الفلافل والبصلة، نشحروهم، نديروا لهم شويه التوابل، الملحه، شويه الابزار، شويه الحرقوم البلدي، وعندنا الكفته. جبت الكفته ديال الديك الرومي عند مول الدجاج، جبتها هنا مشرمله، ولكن غادي نديرو الشرمولة لهاد البصلة والفلافل، نديرو لهم شوية الشرمولة ديالهم، ومن بعد طيب نطيبو الحشوة ديالنا. من بعد طيب نوريكم كيفاش نعمرو. ها العمارة ديالنا هياني، من بعد طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نبداو نورقو المسيمنات ديالنا من بعد ارتاحو. نزل الزبدة للطرق، نرقوهم مزيان، عاد نديرو العمارة. نديرو العمارة ديالنا، نديرو لها هاك،
نديرو هك هاد الطرف كنديرو له هك ونقلبوها. هاد الطرف نردوه هنا باش ما تخرج لينا العمارة. نضغطو عليهم غير شويه من بعد نكملهم. إذا ترضيناهم غير لواحد الجهه غتخرج لنا العماره من وحده. نوريكم الثانيه. نديرو العمارة ديالنا والعمارة خص تكون باردة. نعجنو العجينة ديالنا وندوزو العمارة نخليوها ترتاح بما تبرد الحشوة ديالنا. نديرو لها الطرف هك ونقلبوها ونديرو لها ده هك باش ما تخرج العمارة إلا نقرصوهم شوية. هاد الثانية بعد نكملهم نوريكم ندوزو نطيبوهم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديالهم حيت قرصناهم. هذا هو الشكل من بعد كملناهم في التقراص وعمرناهم. هذه هي الاولى باش تبقنا يد لي غادي نقرصوها شويه في القصريه غير شويه ماشي بزاف باش ما تخرج لنا العماره. قلنا المقله ديالنا تسخن غادي نرشوها بشويه ديال الزيت وندير المسمنة ديالنا طيب بهاد الشكل. غنحسو بها شدت راسها شوية ونقلبوها للجهة الأخرى. تسخن البوطة من بعد تسخن المقلة نقصو البوطة بشوية باش ما يتزلفو لينا شوية ونرشوه كنعدو بشوية الزيت. حيت معمرين خص يطيبو على خاطرهم. نعودو ندورو هكا باش يتقاد فيها الطياب. نقلبوها على الجهة الأخرى. ها الاولى ديالنا طابت هي يعني هو الشكل ديالها. غندوزو الثانيه نديروها في المقله ندهنو بشويه ديال الزيت. كل وحده ندهنو لها شويه ديال الزيت باش ما تلصق لينا. نرشو المقله ديالنا بشويه ديال الزيت. ها المسمنه ديالنا هزيناها نحطها في المقله ديالنا. نعودو ندوروها باش يتقاد فيها الطياب. نخليوها غير فواحد البلاصة. نعودو ندوروها هكا نحطوها تبدل في راسها ونقلبوها. ها المسمنة ديالنا طابت كنهزوها نحطوها في التبصيل ونديرو الأخرى. وبسلامة عليكم تنكمل ونوريكم الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا المعمر. كيجي رائع وكيجي زوين. نوريكم وحده فيه كيجي رائع. شتي رائع كيجي زوين. كنتمنى يعجبكم وتجربوه في بيوتكم. وما تنساو ديروا الجيم وتشتركوا في القناة ديالي وتسناوني في شهيوات جديدة إن شاء الله. وشهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.